احنا طبعا منظمين ليالي رمضانيه او سهرات رمضانيه بشكل مميز جدا السنه دي. عندنا مسرح النافوره تم تجديده بشكل بديكورات وشكل جديد، الحمد لله حاجه مشرفه جدا. بدينا الاحتفالات السنه دي بعده حفلات، الفنانه دينا الوديدي، وعندنا الفنان مدحت صالح والفنان محمد منير النهارده، النجم الكبير محمد منير النهارده، وعندنا الشيخ يزين التهامي وفرقه الحضره ونوران ابو طالب وغاليه بن علي، مجموعه مميزه السنه دي. وطبعا زي ما حضرتك شايف تحت اجراءات احترازيه مشدده جدا للجمهور، كمامات، تباعد. تنظيم جميل والاجواء الرمضانيه طبعا جميله في ظل الكورونا والاجواء اللي احنا فيها ده، فالحمد لله ان شاء الله التنظيم هيطلع كويس. احنا كجمهور منير كان بقى لنا كتير ما حضرناش حفله المنير وكان نفسنا نشوفه، فكانت فرصه كويسه جدا ان احنا نحضر حفله المنير في الاوبرا في رمضان، لان يعني منير كان دايما معودنا ان هو بيعمل حفله في رمضان،